السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. فبعد وفاة الفنان المحبوب محمد الغاوي واللي كيحبوا الناس داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وما كانش اللي ما أطرت فيه الوفاة ديالو، تبارك الله ما شاء الله الكم الهائل من الناس اللي دعوا لي بالرحمة والمغفرة، لأنه كان من أطيب خلق الله وكان دائما الابتسامة ما كتفارقش الوجه ديالو ودائما السباق لفعل الخير. ونسمع اي واحد مريض كيمشي يشوفه لاي واحد توفى كيكون حاضر في الجنازه ديالو، فالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والله يصبر العائله ديالو وبالاخص وليداتو مساكن اللي ما صابرينش على فراقه، كيف ما شفنا في الجنازه ديالو وشنا حتى الاخت ديالو مسكينه اللي ما صابرش على فراقه. والفنان عبد العالي الغاوي قال في الجنازه ديال الاخ ديالو اللي فينا هما دوك النقابات اللي تيقولوا محمد الغاوي عزيز علينا، ما شفنا حتى شي نقابه جات عنده ولا سولت فيه نهائي. فالفنانة لطيفة رأفت تعرضت لهجوم كبير وقالوا ليها هو ملي كان مريض ما جيتيش عنده وملي مسكين مشى الإنعاش ما جيتيش عنده ما شفتيش نهائيا، وانت كتقولي بلي هو الصديق ديالك ورفيق الدرب ديالك يعني خصك تجي عنده وتسولي فيه وتشوفيه. فلطيفة رأفت في آخر لقاء صحفي ديالها قالت بلي أنا ما قدرتش نمشي نشوفه وهو في ديك الحالة وأنا كنعتبره الأخ ديالي ورفيق الدرب ديالي، ما قدرتش نشوفه مسكين في ديك الحالة نهائيا. وفي نفس اللقاء اللي كان عندها قالت لهم بلي انا دائما كنت على اتصال مع الابنه ديالو وهي اللي كانت كتخبرني باي جديد في الحاله الصحيه ديالو، كنت متبعه الحاله ديالو من الاول حتى الاخر ولكن ما قدرتش انني نمشي نشوفه هو في هذيك الحاله. والسبب اللي ما خلاش الفنانه لطيفه رأفت انها تجي تحضر الجنازه ديالو فهي حاليا ما كايناش في المغرب، كاينه في الرياض وعندها شي حفلات تما، داكشي علاش ما قدرتش انها تجي وتحضر الجنازه ديالو. فلطيفه رأفت نزلت بوست على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول فيه إن لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أيه الأخ والصديق والرفيق، كنت السباق في تقديم الواجب ومد يد المساعدة للغير، الله يرحمك ويصبرنا على فراقك، الله يرحمك العزيز الغالي. وبوست آخر اللي كتقول فيه إن لله وإنا إليه راجعون، أعتذر عن عدم نشر أي شيء بخصوص حفل اليوم حدادا على صديقي محمد الغاوي رحمه الله. فكيف ما سمعتوا اخوتي فالفنانه لطيفه رأفت اعتذرت انها تنشر اي حاجه على الحساب ديالها بخصوص الحفل اللي عندها في الرياض حدادا على الصديق ديالها محمد الغاوي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، فالله يرحمه وتعازينا الحاره للعائله ديالو وليداتو والله يصبرهم على فراقه والله يجعل محبته صبار ودعواتكم مع اخوتي بالرحمه والمغفره الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.